التمسك بمعجلة من الأخبار على وجود، لاحظوا، على وجود بعض المتصلين بالإمام خلال الغيبة ممن يعرفه بحقيقته وإن كانوا مجهولين لنا تماما. ويؤيد ذلك ما قاله علماؤنا عليهم الرحمة من أن الذي يحجب عن الإمام هو الذنوب، الذي يحجب عن الإمام هو الذنوب، ومن يحجب عن الإمام هو المذنب. فمن كان لا ذنب له فالإمام غير محجوب عنه، كما يؤيده ما ورد من قولهم وما بثلاثين من وحشة، يعني أن هناك 30 نفر من كل جيل أو في كل جيل يتصلون به، يستأنس بهم ويرفعون وحشته وهو ساكن بعيدا عن مدن الظالمين ومجتمع الكفار والمنافقين كما هو وارد في أخبار أخرى. فالمهم أنه سلام الله عليه يستطيع أن يستغل اتصال هؤلاء به ومعرفتهم إياه وتشرفهم بخدمته في توسيطهم لنفع المجتمع بالشكل الذي يعلمه هو من المصلحة وبالشكل الذي هم يطيقونه ويستطيعونه من الأعمال والأقوال.